مرحبا بكم في 100% برونو. بالنسبه للمرشحين في جائزه جورمان، هذا رقم اثنان عبر اطلس، واللي غادي يخوض اول مغامره ديالو في عالم سباقات الخيول مع صاحب ارقام قياسيه الراكب المتميز سهير مديحي. رقم 3 شاهي جرين، مهري غادي يمثل اسطابه السيد محمد كريمين مع الركيب المتالق عبد الرحيم فضول. رقم 13 صفات مسقط، فرنسي غادي تجري بوزن مخفف مع ركيب متمرس في اول ظهور ديالها في عالم سباقات الخيول. خيول غتنافسها كل رقم 1، رقم 9 ورقم 10. اما العنصر اللي يمكن لكم مفاجاه من السباقه فهو رقم 14 وكذلك رقم 4. نسمعوا الان توقعات جيده الديربي. حنا اختارينا ممثل اسطبلات اطلس سود مرشح قوي الفوز لان المسافه الصالحه ديالو، وعندو راكب متميز زهير مديحي في المرتبه الثانيه. اختارينا ممثل اسطبلات فرس سود، القول ديالو دائما ديال الخيول العربيه اصيله، القول دائما تتكون جاهزه والمسافه ديال 1300 متر تساعدو. المرتبه الثالثه اختارت رقم 3 ممثل اسطبلات الحاج محمد كريمين، تيبقى رقم 9 في السباق هذا. الخيول يقدروا يخافوا من هذا السباق هذا، عندنا رقم 9 ورقم 13 ورقم 15. تنقولوا المفاجاه ديال السباق رقم 12 ورقم 5. اما الان خليكم مع توقعات مختلف الجريدة الوطنية. شكرا على المتابعة، واللي فاتوا حلقة اليوم يمكن يتابع حلقتنا في اليوتيوب.